نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر، وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا اللي انا شفته في التلفزيون ده، الدنيا مقلوبه عليك. كمين اتعمل لي يا سيكا؟ قتلوها ولا ده الكلب وانا قاعد عندها في البيت؟ اتقتلت ولا انت اللي قتلتها؟ قتلت مين يا سيكا بس؟ ما تلعبش بأعصابي يا راية وتكلم. هتكلم اقول لك ايه يا ابني؟ هتكلم اقول لك ايه؟ انا كنت رايح احميها، مش رايح عشان اقتلها. طب اتقتلت ازاي وهي معاك؟ معرفش يا سيكا. كانت قاعده معايا دخلت الحمام. اتأخرت رحت ابص عليها لقيتها مقتوله جوه الحمام. ومين اللي قتلها؟ اكيد هم ولاد الكلب. خططوها ولعبوها وانا في الاخر لبستها. خلاص ما دام انت ما عملتش حاجه روح سلم نفسك. ما ينفعش اسلم نفسي، دي وزيره. عارف يعني ايه وزيره؟ يعني الحكومه مستنيه اي حد دلوقتي عشان تشيله الليله. اللي بيحصل لنا ده، اللي بيحصل لنا ده، ومش عايزين يسيبونا في حالنا ليه؟ خلاص ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا سيكا. طب هنعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه، مش عارف. المهم دلوقتي لازم اشوف سماح. دلوقتي اكيد الحكومه قلب عليك الدنيا. ماليش فيه، هشوف سماح. انت تعمل اللي اقول لك عليه وبس. ماشي ماشي. الحمد لله على سلامه الامور يا ديبو. بس هو مين ابن الحرام اللي عمل فيها كده؟ من غير لف ودوران، ايه اللي جابك؟ لا دي برضو اصول الضيافه. على العموم عندك حق، انت اصلك ما تعرفش اسمي كويس. لا اعرفك،
وعارف اهلك وعامل ابو كشف عيله كمان. ايه يعني هو ده جزاء ان انا جاي انصحك نصيحه اخويه؟ احنا مش اخوات ولا عمرنا هنبقى، وانت عارف ده كويس. خلاص ما دام انت مش عاجبك حكايه الاخويه دي نمشيها بطريقه تانية وكله بشوقك. بتشوف لك نمره دي، ما انت عارف الكلام ده ما ياكلش معايا. لا مش جاي عشان الحكايه دي تاكل معاك، وانت شفت انت والاموره اللي ممكن يحصل. شوف اديبه، احنا الناس عندنا نوعين ملهمش تالت، نوع نحبه ونشيله فوق دماغنا من فوق، ونوع تاني نحطه في دماغنا حكايه بشوق. شوف انت بقى عايز تبقى من انهي نوع في الاتنين؟ مش فاهمك. لا انت فاهمني وعارف انا اقصد ايه كويس قوي. انا مش بتعامل مع تلميذ، انا بتعامل مع واحد صايع وفاهم كل حاجه وبيعرف يحسبها صح قوي، يحسب ايه اللي هيكسب وايه اللي هيخسره، ولما يلاقيها مخسره ما بينشفش دماغه لسبب بسيط، لانه عارف ان احنا ممكن نكسرها له. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اخاف؟ مش للدرجه دي. كل اللي انا بتمناه انك ما توقعش زي صاحبك. نفسي فعلا انك ما توقعش، لان انت شكلك تقيل تقيل قوي. كلها ولايا يا ولدي، مش بس كده ده انت زودت عليهم واحدة كمان. اقسم بالله العلي العظيم لو هوبت ناحية أي حد منهم لكل آخر يوم في عمرك كنت عارفني كويس. هعتبر إني ما سمعتش الكلام ده، مش هعتبر إني ما سمعتوش، أنا فعلا سقطت من ودني لأني ما بتهددش. أنت عارف اللي تجرأ وعمل كده حصل فيه إيه، وأنت اللي نفذت معاه بنفسك. فكر ليه فكر، ولما تقرر انت عارف تجيبني منين. بس بسرعه لان مفيش وقت، كلام بيني وبينك محدش طول من بعد ساعه ممكن يحصل. ايه مش هتوصلني ولا ايه؟ تنصح جوزك يا سماح يسلم نفسه احسن له، عشان اللي بيعمله ده مش في صالحه. فيها يا باشا ايه كل الرجاله دي؟ هو في حاجه؟ انت تستهبل يالا؟ يعني مش عارف في ايه؟ لا خالص، انا جيت من تحت قالوا لي الحكومه فوق، هو رايح يعمل حاجه ولا ايه؟ لا يبقى خليهم بقى يحكوا لك، ولا اقول لك كده ومن الاخر يا ريت بقى لما تشوفه تقول له يسلم نفسه بالذوق احسن له، لان اللي اتقتل ادي وزيره مش رقاصه في شارع الهرم، يعني هيتجاب هيتجاب. سامع؟ يرحمي روحك. طب والله ما انا مصدقه الفيلم ده كله ابدا، لا يمكن ميمي يعمل حاجه زي دي، لا يمكن. اسمع كلام امك يا سماح، جوزك ملوش اي ذنب في اللي بيحصل ده. وما هو ملوش ذنب، قلبينا الدنيا عليه ليه يا سعيد؟ ده قتل يا سعيد مش اي كلام. طب اهدي بس وخلينا نعرف نتكلم. نعرف نتكلم في ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا رب، وهي عايشه خدته مني وهي ميته كمان هتاخده مني. طب روقي يا بنت الناس وركزي في الكلام اللي هقوله، بس ما يطلعش لحد. انت عارف حاجه يا سعيد مش قايل لي؟ ايوه هو يا عمتي ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي. ده وقته متأخر، شاي وماي. طيب يا اخويا اسمع. رد يا ميمي، رد يا اخي. ديبو بقى ده اسمه كلام يا ضنايا؟ جايب لنا بنت بنوت تقعد معانا هنا؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه يما، مش وقته الكلام ده، بعدين هشرح لك. اهم حاجه دلوقتي تاخدي بالك من البنات، وخصوصا شاهد ما تطلعش بره الباب. واشمعنى شاهد؟ ومدرستها يا ابني تاخد اجازه يا اما، ما انت شايفه حوادث الخطف في كل حته، البلد خربانه. ما هي خربانه طول العمر وكانت بتروح، اشمعنى النهارده يعني؟ طب يا اما من غير مناهده، المره دي بس اسمعي الكلام المره دي بس يا اما عشان خاطري. الحق يا ديب، الوزيره دي اللي اسمها فريده الوكيل اتقتلت. ايوه متذاعه في كل القنوات وبيقولوا ان الرايق هو اللي قتلها. الرايق؟ يا شي
انت سايب باب البيت مفتوح ليه؟ غاليه جت وترك العربيه بره، قلت اسيب لها الباب مفتوح لحد ما تطلع عقد الشقه. اه يعني بنتك تسيب لها باب البيت مفتوح وتقعد تدور لها على عقد الشقه، ومراتك سايبها فوق تخبط راسها في الحيط، وانت عارف ان انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. معلش يا حبيبتي، انت عارفه موضوع غاليه شايله قد ايه، وعموما ما تزعليش. ايه بقى الموضوع؟ لا انا زعلان. طب عشان خاطري ما تزعليش. انت عارف ان انا ما بعرفش ازعل منك. انت فاكر المحل بتاع المقدس؟ ايوه فاكره. هايدي بنته عايزه تبيعه قبل ما تسافر، فانا كلمتها وقلت لها انا هشتري منك. تشتري؟ تشتري ليه؟ ايه اللي اشتري ليه؟ عشان اشغله طبعا. ايوه بس انتي مش ناقصك حاجه. هو يعني لازم يكون ناقصني حاجه؟ انا بصراحه زهقت من قعده البيت. الله، وبعدين يعني يا شيم المحل ده هيسند معانا في حته تانيه. لا يا حبيبتي لا، انتي مسؤوله مني وانا مش مخليكي عايزه حاجه، يبقى لازمته ايه الشغل بس؟ اه قول بقى انك مستخسر فيا حق المحل وبخلان عليا. يا ست الموضوع مش كده خالص. لا هو الموضوع كده، انت مش عايز تدفع لي ثمن المحل. يعني انت لو خدت المحل ده هتستريحي؟ اه هستريح. حاضر يا ستي. بجد؟ بجد. ربنا يخليك ليا يا شيم يا حبيبي يا نور عيني. مساء الخير يا بابي. مساء الخير روح قلبي. جيجي محضره لك مفاجاه هتعجبك قوي. فعلا؟ خير يا جيجي؟ بصي بقى يا حبيبتي، انا فكرت في حركه نمائيه، هتطلع من نافوخ الواد الواطي اللي اسمه يوسف ده، هتجيبه الارض، فكره ما تخرش الميه. بس واحد ابنك يا شيخ، ابقي شوريني انا وابوكي الاول. الله، مش كل شويه بقى هنعمل حكايه عشان نرجع لك اللي بيتاخد منك. طب اسمعي فكرتها بس الاول. خير يا جيجي قولي. الراجل ده لو عايز ينتقم مننا هي طلقه في دماغ كل واحد فينا. بس ده واحد عايز يتسلى. موت ده، احبس ده، كسر دماغ ده. شويه عرايس خشب بيحركهم بصوابعه. بس احنا الغلطانين. احنا اللي علقنا نفسنا بحباله. طب هنعمل ايه يعني؟ انا اسكت؟ دلوقتي لازم نسكت. لحد ما الدنيا تهدى كده ويشيلنا من دماغه ونشوف بعد كده هنعمل معاه ايه. يا جماعه احنا قلنا الكلام ده 100 مره ومحدش سمعنا. ايه يا عم يوسف؟ خلص بقى موضوع غالي وابوها ده. يا عم اعتبره خلص، مفيش مشاكل من ناحيتي، انا مأمن الدنيا يا عم ديبو، انت فيه ايه؟ وانا كمان هحاول اظبط موضوع الشيكات بتاعت لولا، محدش ضامن هيحصل ايه بكره. انا مش فارق معايا كل اللي انتوا بتقولوه ده. ميمي، انت هتفضل هربان كده على طول؟ معلش يا سماح، انا عارف ان احنا من ساعه ما اتجوزنا والدنيا متشقلبه، بس غصب عني والله ما كنت اعرف ان احنا نوصل لكده. وانا مش فارق معايا كل ده، انا كل اللي يفرق معايا ان انت ترجع لي بالسلام. معلش، اصل هي الدنيا كده، لما بتقول للواحد لا صعب قوي ان احنا نغير اللي في دماغها. هنعمل ايه؟ انت قتلتها يا ميم؟ لا يا سماح. كده على طول؟ ما خلاص قلنا ننسى اللي حصل، مش انا قلت لك كده؟ في حاجات ما تتنسيش، وبعدين انسى ازاي في وسط اللي بيحصل حوالينا ده كله؟ انت مش شايف؟ شايف شيماء، الدنيا عمرها ما هتفضل حلوه على طول،
وبرضه مش هتفضل وحشة على طول. في وقت هتيجي عليكي هتكوني فرحانة وسعيدة والدنيا مش سايحاكي، وقت هتكوني حزينة مش طايقة عيشتك عشان خاطر أخوكي. لو ليا خاطر عندك عدي المشكلة دي، عديها عديها بدل ما تحرمك من أي حاجة حلوة في الدنيا دي، عديها. والله العظيم بحاول، والله بحاول. طيب عديها عشان خاطر احمد، يعني انا لسه كنت قاعد معاه واتفقنا على حوار كده، ويعني حوار ايه؟ جواز يا بنت. ايه عايزك تفرحي تبسطي، ولا اكلمه والغي الموضوع ده خالص؟ استنى بس، عايز تفرح ولا عايز تخلص مني؟ عايز اطمن عليكي، عايز اثبت لك ان الدنيا فيها كده وكده، عايز افرح بيكي. أي فرحة في وسط اللي احنا فيه ده، أديكي شايفة اللي بيحصل لنا وميم ويوسف، أي فرحة. تفتكر ليه وزيرة تعرف أو تصاحب واحد زيك؟ والله ما أعرفش يا باشا، ممكن تسألها. أسألها؟ ده احنا شكلنا كده هنطول مع بعض. موسى يا رايق، انت ليه قتلت فريدة الوكيل؟ انا ما قتلتش فريدة الوكيل. امال رحت بيتها ليه ساعة ارتكاب الجريمة؟ زيارة. زيارة؟ زيارة بصفتك ايه؟ صحاب. اهو ده بقى هيرجعنا للسؤال الاولاني، فاكره؟ فاكره يا باشا. ايه اللي يخلي فريده الوكيل تعرف واحد زيي؟ مش قول لي سعادتك اسالها عشان عارف انها ماتت. اتقتلت. اتقتلت يا باشا. ليه بقى قتلت فريده الوكيل؟ ايه الاخبار؟ روعة الوكيل النيابة. ربنا يستر. سماح، تبقى ليك يومين ما بتناميش، خدي بعضك وروحي على البيت استريحي شوية. لا، ونعمة الشريفة ما سايباه ابدا، انسى. قعدتك هنا ملهاش لازمة، مش هي اللي هتطلعه، روحي في البيت واستريحي. قلبي وكلني عليها يا يوسف، حرام عليك يا اخي. يا ستي ما كلنا قلقانين عليه، بس زي ما بقول لك قعدتك مش هتعمل حاجة، روحي البيت استريحي وكلي لك لقمة وتعالي تاني. يلا يا سماح، يلا يا بنت الناس، قعدتك كده مش هتنفع، لو خرج دلوقتي عامله كده هيتعب اكتر ما هو تعبان. استهدي بالله وصلي على النبي. امال حرام عليك يا ديبو، حرام عليكم يا جماعه. لا طب انا لو انا مضايقاكم انا هسكت، مش هفتح بوقي خالص. يا ست والله العظيم هنطمنك بالتليفون. لا لا، والنعمه ما ماشيه ولا حاجه يا سيكا. يلا يا سماح، يلا انا هروحك. بتتحبوني ليه دلوقتي اكتر ما انتوا؟ يلا يا سماح، والله معلش يا سماح، صلي على النبي، والله هنطمنك. يلا يا سماح هنطمنك. روحي يا سماح واحنا هنبقى على اتصال مع بعض، مش هيحصل حاجه. عادي يلا يا سماح، لازمه. يلا يا سماح، يلا والنبي اطمنوني. طيب يا الله العظيم. تعالوا انا احكي لو عارف حاجه في البيت ولا حاجه. ماشي يا يلا. انا هشرب شاي قبلك. ماشي. ايه يا ابني، في بضاعه في المخزن زي ما هي كده، واديها لحاج سيد. عارف انه هياخدها بنص الزفت التمن، بس اديها له خلاص، وهات منه اي فلوس تعرف تجيبها. وانت مال اهلك بعمل كده ليه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. ولما انت ما قتلتهاش تفتكر مين اللي قتلها؟ اكيد حد ليه مصلحه في كده. زي مين؟ وانا اللي اقول لسعادتك، دوروا وراها وانتوا تعرفوا مين اللي ليه مصلحه. موسى الكلام اللي انت بتقوله ده عمره ما هيفيدك في القضيه. وبعدين انت هنا عشان تجاوب مش عشان ترد عليا السؤال بسؤال. وانا قلت لسعادتك انا ماليش مصلحه. يا باشا اصغر حرامي، عارف الناس دي ما بتمشيش بفلوس، وعارف كمان لو قتل حد زي الوزير الدنيا هتتقلب عليه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك دي تصفيه حسابات بين الكبار، الكبار اللي فضلوا طول عمرهم كبار،
طالما في صغيرين زينا يشيلوا بلاويهم. لا 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 لا، ده الموضوع كده فيه حكايات. ده احنا نقعد كده بقى ونشرب الشاي وتحكي لي بالظبط انت ايه اللي تعرفه يا رايق. ممكن افهم ايه المكتوب هنا ده؟ اللي انت قريتيه ده مش مظبوط. اخويا اتلفقت له القضيه دي. اتلفقت له؟ اتلفقت له. اتلفقت له عشان كان عاوز يعيش نضيف. انت مش لاقي رد تقوله ولا ايه؟ هو ده الرد، وهي دي الحقيقه. اخويا مظلوم. مظلوم؟ ممسوك في قضيه وتقول لي مظلوم؟ انتوا اصلا من البدايه انا كنت حاسه ان انتوا فيكوا حاجه مش مظبوطه. مطعم يتحرق، اخوك يقتل. انت مخبي عليا ايه؟ بصي يا اروى، عشان نكون واضحين من الاول، اذا انت جايباني هنا عشان ننهي العلاقه ما بيننا فانتهت، وده من حقك. انما تتكلمي كلمه واحده عن اخويا فده مش من حقك ومش هسمح لك. كده واضحين؟ واضحين قوي. الحمد لله ان ربنا باين حقيقتكم من الاول. ماشي يا عروة. يحبس المتهم 4 أيام ويراعى له التجديد. أنا ممكن أكون مصدقك، لكن في نفس الوقت مفيش في إيدي أي حاجة أقدر أساعدك بيها. ده قانون. قانون صح. القانون ده ما بيطبقش غير علينا إحنا بس. على الغلابة اللي مالهمش ظهر. يا موسى، القانون عايز أدلة، وأنت كل الكلام اللي قلته ده مفيش ليه أي دليل، يعني بالنسبة لي مجرد كلام. حتى لو أنا مصدقك برضه ما أقدرش أديك إخلة. لاني ما اقدرش اكتب في الدفتر ان انا اخليت سبيلك، لاني حاسس انك مظلوم. انت حتى ما قدرتش تدينا اي دليل قوي ينفي عنك التهمه. عندك حق يا باشا. اسمع يا موسى، انت لو الكلام اللي قلته ده حقيقي وفعلا في ناس بالاوصاف اللي انت قلتها دي، يبقى انت فعلا في مشكله، ومشكله كبيره، وللاسف حلها مش عندي. الحمد لله على السلامة يا أمين. الله يسلمك يا أستاذ سراج. أنا آسفة إن أنا جيت لحضرتك من غير ما آخد ميعاد، لكن أنا محتاجة أكلم معاك ضروري. أنا عارفة إن أنت عديت في موقف زي اللي أنا بعدي فيه دلوقتي. أيوه. أي حد تعرض للي تعرضتي له ما يبقاش قادر يفكر أو ياخد قرار. لأن الفساد اللي أنت واجهتيه قدر يرهبك ويوصلك لدرجة الخوف اللي مش هتخليك تفكري بعد كده في مواجهته مرة تانية. أنا فعلا اتعرضت لكل ده، بس الحمد لله كسبت معركتي بعد ما كان بيني وبين الموت لحظة. هو حضرتك مريت بنفس الظروف دي؟ قصدي يعني محاولة اغتيال كتير، مش أنا بس، أسرتي كلها. طب وعملتوا ايه؟ كان قدامي حل من اتنين، يما انسحب من المعركه واسلم، وساعتها كان هيبقى قدامي كل المبررات اللي اديها لنفسي وهي محافظتي على اسرتي، يا اما اكمل اللي بداته واستحمل اللي هيكره. بس بعد ما فكرت لقيت انا مش ضعيف، بالعكس انا الطرف الاقوى، وطالما انا الطرف الاقوى والمتحكم مش هما، قدرت أكسب معركتي. إزاي؟ بده. الفساد زي أي كائن حي له نقط ضعف ونقط قوة. لو عرفتوا نقط ضعفه هتقدروا تهزموه. اللي هما إيه؟ الصبر في الحرب عليه. كل ما هتتعرضوا لهجوم شرس منه، كل ما تعرفوا إنك قربتوا للقضاء عليه. وفي الوقت نفسه كل ما تتفادوا هجومه وتستمروا في الهجوم عليه، هتقدروا تهزموه وتكسبوا معركتكم. عارفه يا نادين، احنا لو تعرفنا على بعض في ظروف غير دي كان زماننا بقينا اصحاب، اصحاب قريبين قوي كمان. ما تستغربيش قوي كده، انا سمعت كنت بتكلمي مامتك، عرفت انك مالكيش اي ذنب في العمل يوسف، بس برضه مش حلومه هو،
هلومك انت دلوقتي عشان انت خليتي نفسك انسانه مالكيش اي لازمه. سوري ما تزعليش مني، بس انت سمعتي كل حاجه هو بيقولها لك، كل حاجه بيقولها لك كنت بتعمليها، واعتقد ده مش كويس عشان الانسان لما تعجبوش حاجه لازم يقول رايه. انا ما اقدرش اخالف رايه. ومين قالك ان انت لما تخالفي رايه يبقى انت كده بتعملي حاجه غلط؟ لا ما فيهاش اي حاجه. انت عاجبك الوضع اللي انت فيه دلوقتي؟ شفتي سكتي عشان ما عندكيش راي. واللي ما عندوش راي للاسف يبقى كرامته متبعتره. حلو قوي. مين دي بقى يا حبيبتي اللي كرامتها متبعتره؟ مين؟ يعني مش مكفيك راح تتفقي مع شحته عليا، لا كمان بتقومي مراتي عليا. شحته؟ اه شحته اللي جالي وفضحك وقال لي على كل حاجه لما رحت تتفقي معاه عليا. فضحني؟ ليه؟ هو انا يعني لما احاول ارجع فلوسي من الحرامي النصاب يبقى هو فضحني؟ الحرامي النصاب ده يبقى ابوكي. ولا انت نسيتي هو بيشتغل في ايه؟ احترم نفسك، ما تجيب السيرة بتاع ابويا على لسانك، فهمني؟ ولا انت ناسي لحم كتفك من خيره؟ اولا انا لحم كتفي من عرقي. ثانيا 100 مره اقول لك احترمي نفسك وبطلي قله ادب عشان ما اقطعلكيش لسانك الطويل وانت برضه مفيش فايده، امتى هتفهمي؟ اوعى ايدك. والله العظيم هي اللي جت قاعده تتكلم معايا وانا ما ردتش عليها خالص. هي غيرانة منك وعايزانا احنا الاتنين نسيب بعض، فلو شفتك قاعدة معاها تاني او بتكلميها تاني هيبقى اخر يوم ما بيننا. اتفقنا؟ حبيبتي نودي بتسمع الكلام وشاطرة. الحزن اللي هيرجعه يعني؟ ولا كان في ايدي حاجة تانية اعملها وما عملتهاش؟ طب خدي دول كنت شايلهم لخرجتي، بس مش مهم كلفتونا انا بقى في اي حاجة. اتشرف عليك. بيعيهم وهاتيله اكبر افوكادو دي البلد. خدي يا حبيبتي. خلي حاجتك معاك يا ام يوسف، هيجيب له محايد. لا يبقوا اتنين ما يضرش. ده ميمي يا بنت، ميمي اللي انا شلته وهو صغير حطيته على حجري ودلعته. انت عارفه ميمي ده رضع الحب والحنيه، اتفطم عليهم. ده ابني، ابني اللي كبرته، وانا ابني عمره ما يعمل كده ابدا. هو يتخانق يتعصب انما يقتل؟ لا والله، والله ما صدق ده ابدا. تعرف يا بنت كانت امه تقعد ترضعه قدامي كده اهوت وتقول يعني يا زوزة ما كنتش جبت عيل ولا عيله عشان اديك الوقت ترضعيه بدل عني شويه. ولا لا انا مش عايزه ارضعه من صدري علشان خاطر ما يبقاش اكل البت اللي هجيبها. كنت عارفه اني هجيبك وكنت شايلهولك، شايلهولك عشان يصونك ويحميك يا حبيبتي. وكبر وبقى راجل يعافر في الدنيا والدنيا تعافر فيه. تعرف يا بت مرة اتخانقت مع واحدة من الرقصات ولاد الكلب دول، وبعدين قلت له بقول لك ايه يا ميمي، انا الولية دي مفطصاني ومزهقاني في عشتي، بقول لك ايه خد لي حقي منها، اه شوف لها سكة. قال لي لا لا يا عمتي عيب، ده انت ربيتيني راجل والراجل ما يجيش على ولية ابدا ابدا. تقولي لي يقتل ولية؟ لا والله ابدا.
والله ابدا ما يعملها ابدا، والله ما يعملها ابدا ابدا. قومي 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 يا خايفه، قومي، انت قاعده تعيطي، قومي اغسلي وشك، قومي. ان شاء الله مجبور، باذن الله مجبور. قومي يا اختي، قومي يا حبيبتي. يا رب النبي يا رب. قوم من عندك يا رب. صباح الفل، دي هدية جاية لك من عند الجنرال. يما ايه البصة دي يا عم؟ واحنا جايبين لك حاجة وحشة لا سمح الله؟ دي هدية من عند الكبير، بيقول لك ان قلبه معاك وليك عليه يا عم زيارة كل أسبوع لمدة 25 سنة. ده على من مؤاخذة لو ربنا نفخ في صورتك وما خدتش عدم. إيه يا وحش في إيه؟ بالراحة. بقول لك إيه، مش عايز أسمع صوتك. قول الجنرال بتاعك ده تشكر، بس هترد له قريب. لا ما انا ما ينفعنيش الكلام ده. حته تضيع حته تتكسر اسالك انت فيها، فتح عينيك. ماشي. اما نشوف يا اخويا. يلا غور. جبت لك الشاي يا حبيبي. تسلم ايدك. يوسف ممكن اقول لك على حاجه؟ حاجه ايه يا نادين؟ ايه رايك لو نسيب شقه غاليه ونروح نشوف مكان تاني وان شاء الله ربنا يسهلها؟ كلام هنخور في نفوخك. بترددي كلامها تاني يا نادين؟ ها والله العظيم انا بقول الكلام ده عادي. لا مش عادي، لان ده مش كلامك انت، ده كلامها هي وانت بتقوليه تاني. خلاص خلاص، انا اسفه، انا اسفه. اوعدك والله العظيم ما هفتح معاك الموضوع ده تاني. لا افتحي افتحي يا نادين عشان تبقى النهايه ما بيننا. استنى افتح. انا انت يوسف شوقي؟ خير يا باشا، في ايه؟ المدام بتاعتك بعت لي الشقه وجاي استلمها ومعايا امر بالتمكين. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ وازاي تبعها لك يعني؟ زي الناس، ومعايا صوره من العهد. يا بنت الصايعه. دبرتي فيها؟ ايه دول؟ فلوس. ايوه ما انا عارف انها فلوس، وانا قلت لك كيس شيبسي. ايوه بتدهني ليه يعني؟ مش فاهم. انت عبيطه يا شيماء، حط فلوسك معاكي، ما تبقيش عبيطه عشان ما ازعلش منك. فلوسك ده ايه؟ هو في حاجه اسمها فلوسي وفلوسك؟ انا هبقى مراتك، يعني اللي في جيبي في جيبك واللي في جيبك في جيبي. ولا انت بخيل بقى؟ لا مش بخيل بقى، وانت عارفه كويس ان انا مش بخيل بقى. بس انت هتتجوزي راجل مش حاجه ثانيه. عارفه اني هتجوز راجل واجدع راجل كمان. طب امال ليه بقى؟ قول لي القعدة اللي قعدتها انت وديبو قلتوا فيها ايه؟ مفيش، قعدنا ندردش شوية مع بعضينا. وديبو بيحبك قوي يا شيماء، خايف عليكي وعايز يطمن عليكي، وقال لي خد بالك منها وبتاع، وجهز الموتوسيكلات ومعرفش ايه. الموتوسيكلات دي ليه؟ لا ده موضوع تاني كده بقول لك عليه. انت هتبقي مراتي قريب صح؟ ان شاء الله يعني. ومراتي دي يعني اقول لك الكلمة من دول وتتنفذ بالحرف الواحد، ورجلك فوق رقبتك، مش كده ولا ايه؟ كده. طيب. أنا عايزك تروح المحكمة وترفع القضية. اللي حصلك ما ينفعش يتسكت عليه يا شيماء. ما ينفعش. محكمة إيه بس؟ أنا طول المدة اللي فاتت دي وأنا بحاول أنسى. محكمة يعني صحفيين وتلفزيون وجرايد فضايح بالكوم، هتقدر تستحمل ده كله؟ وانت قدرتي تستحملي اللي حصل لك وتسكتي؟ قدرتي ولا ما قدرتيش؟ دي مساله كرامه عبيطه، وكرامتك من كرامتي. ثم انت عملتي حاجه غلط اصلا عشان تستحملي ولا ما تستحمليش؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت جاي دلوقتي تقولي لي مجلات وتلفزيون وجرايد ومعرفش ايه؟
بقول لك ايه يا بت؟ انت هتبقي مراتي. عارفه يعني ايه مراتي؟ يعني ام عيالي. ام عيالي لازم تربي عيالي على انهم يبقوا جامدين زيها ويعرفوا ياخدوا حقهم حتى ولو بعد 100 سنه. فاهمه ولا لا؟ بس كده خلاص. هي دي شيمو اللي انا اعرفها وعايزها. شيمو اللي جات لي قبل كده وقالت لي اوعى تخليهم يكسروك. فاكره ولا لا؟ ما توريني شعرك بقى. امي. لا امك. شبشب. لا 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 اوكي. احنا يا باشا جايين لك في القضيه اللي مصر كلها بتتكلم عنها. وأملنا في ربنا وفي سعادتك كبير أوي إن شاء الله. قضية إيه؟ قضية الوزيرة فريدة الوكيل. بس اللي أنا قريته في جريدة النهاردة المتهم موقفه صعب أوي. إحنا يا باشا عشان كده جينا لسعادتك يعني. وزي ما بقول لك يعني إحنا أملنا في ربنا كبير وثم في سعادتك. وبعدين ما إحنا ياما سمعنا إن سعادتك طلعت ناس كتير من مواضيع زي دي وأكبر كمان. وبعدين إحنا مستعدين ندفع اللي أنت عايزه. بس يا سماح بس في إيه؟ مش ليه فلوس؟ اتفضل يا باشا. ده مبلغ بسيط كده تحت الحساب واللي تؤمر بيه احنا سدادين. يا جماعه الفكره مش فكره فلوس. انا لازم اقرا ورق القضيه الاول عشان اعرف افهم الموضوع. وبعد كده ممكن اشوف يعني لو كان في سكه نقدر نخرجه بيها. ايوه يا باشا انت ان شاء الله هتلاقي له سكه. انت ليك 100 سكه. وصدقني الواد ده والله العظيم بريء وما عملش حاجه وهم ملفقينها له. مش احنا اللي نقول كده. ورق القضيه هو اللي يقول. ايوه بس احنا متاكدين ان هو مظلوم وما عملش حاجه. القاضي ما بياخدش بكلام احنا عارفين. سيبوني اطلع على الورق الاول وبعد كده هقول لكم رايي. اللي تشوفه يا باشا وانت اضرب شغلك. ولو على الفلوس زي ما بقول لسعادتك كده احنا سدادين من جنيه لمليون. بس المهم الواد يطلع. ها ربنا يسهل. ايه يا عم كل ده حبي للحاره؟ انت بقالك 10 دقايق واقف هنا ونسيني جوه. حياتنا بسيطه والناس ابسط. اول ما فتحت عليها الدنيا لقيت نفسي هنا. الناس هنا عاملين عايزين الستر. عايزين ياكلوا ويشربوا. مش عايزين فلوس وهم قاعدين في بيتهم، عايزين يشتغلوا ويعرقوا ويحسوا بالقرش اللي جاي لهم. عايزين بيت صغير يقعدوا فيه، اربع حيطان، اربع حيطان وبس. عارف انا حبيتك ليه يا ديبو؟ عشان عندك قلب. قلب زي الطفل بالظبط. مهما كان تلوث ودخل في شر، يرجع ينظف نفسه تاني. ترجع أضغط. مادام الرايق ملوش دعوة يبقى أكيد هيخرج منها ولا إيه؟ بصراحة أنا خايف ومش مطمن. إيه بس اللي مش مطمن؟ مش عارف بس دماغي مش رايقة خالص. أنا بقى هروقها لك وناخد وندي مع بعض. أصل بصراحة عوني مسافر وانا قاعده لوحدي مش لاقي حد اتكلم معي. ماشي بس انا بصراحه كنت جاي هنا عشان موضوع الشيكات. انا قلت لك مش عايزه حاجه تعكر دمك. ما هو عشان دماغي تروق لازم اهدى. خلاص اشرب ده لحد ما اجيب لك الشيكات ولا هتزعل لولا منك؟ هو انا اقدر ازعل لولا مني؟ ده انا اشرب المحيط كله. خلاص اشرب على بال ما اجيب لك الشيكات وينك. ماشي. ألف مبروك يا بنت. الله يبارك فيك يا موحى. عقبالك. إن شاء الله. يا بنت ما تبقيش كده. مفيش حاجة بعيدة على ربنا. أنا عايزاكي بس تكوني عارفة يا بنت إن أنا مبسوطة لك بجد. أنتي أختي ها؟ أنا عارفة طبعًا. وربنا إن شاء الله هيرزقك ويعوضها عليكي. يا رب يخرج لك ميمي بالسلامة كده وتفرحي بيها. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ مفيش يا أخويا أنا بس يعني دخت كده ووقعت في المحل وانا بوضب الحاجه مع فاروق وجابوني هنا على البيت. ليه في ايه؟ طيب انا هستأذنكوا بقى. لا تستأذنينا ايه؟ اقعدي بس. الله انت مش غريبه. انت صاحبتي. اصلا انا حامل. بتقولي ايه؟ بقول لك حامل. انا مش مصدق. انت بتتكلمي جد؟ ايوه صدق. عايز بقى ولد ولا بنت؟ اللي يجيبه ربنا كله كويس. مبروك. عقبالك يا اختي. ان شاء الله.
هتقعد 4 أيام على زمن التحقيق. مش عارفين الموضوع هينتهي على ايه. ما هي معروفة يا عبدين. 4 × 4 = 15 وفي الآخر هتطس حكم. الله، ما توحد الله في قلبك يا عم ياسين في إيه؟ ده بدل ما تقول ربنا يكرمه ويطلع منها. ما هو ربنا يكرمه إزاي يا عم يوسف؟ بالنية؟ لا مش بالنية ولا حاجة، ما إحنا مقومين له أجدع محامي في البلد، وإن شاء الله هيلاقي لها مخرج. ولا هيعمل له حاجة المحامي بتاعكوا ده، ولو جبت له محامين البلد كلها، الله دي لابسة لابسة ومش هنضحك على بعض. في إيه؟ مسودها في وشنا ليه؟ في إيدينا إيه نعمله وإحنا نعمله؟ شوف يا ديبو، الموضوع يا ابني مش هيجي بالطبطبة، واللي أنتوا بتعملوه دوت ممكن الواد يروح مننا. افهم من عمك وترجم لي، أنا مش فاهم حاجة. بقولك يا يوسف، أنا فاهم عمي بيفكر في إيه، بس اللي أنت بتفكر فيه ده مش سهل وممكن نتعور كلنا. نتعور؟ جري يا عم ياسين، أنت اتحولت ولا إيه؟ ما أنت دايماً كنت تقول لنا كل حاجة بالعقل بالعقل بالعقل، إيه اللي حصل لك؟ ده لما يبقى فيه وقت للمشكلة تتحل بيه، إنما لما يبقى الوقت خلص والواد هيروح مننا، يبقى لما مؤاخذة بقى نركن العقل على جنب ونحلها بالطرق التانية. شوف أنت الصح إيه وإحنا وراك. اسمعوني كويس. سيكا سكسكة. سيكا سكسكة سكسيكو. فاكرني؟ فاكرني يا سيكا؟ فاكرني؟ يا سكسكة. عرفتني؟ ولا تلاقي لي بره.
تهوى.